لابد أن نذكر أن الطلب اليوم رسالتهم واضحة وهي تحقيق المطالب. اليوم ارتأت اللجنة الوطنية بالقيام بإنزال الوطني في أكادير من أجل التعبير عن رفض يوم الجامعة أساليب القمع اللي كيتعرضوا عليها الطلبة اليوم جميع الكليات وخاصة مدينة أكادير. هذا الاستدعاء المجلس التأديبية اللي كان الغاية ديالو هو إحباط هذه المقاطعة لا يمكن اليوم أن يعطي نتائج، النتائج كتجي فقط بالحوار ولا شيء غير الحوار. لابد من طلب، لابد من الوزارة أن اليوم أن تفتح باب الحوار، وخاصة أن الطلبة حطوا طلبات الاجتماع وغير لقوا حلول. مطالبنا جد واضحة ومشروعة، جميع الفئات جميع المؤسسات كتفق معنا إلا الوزارة. اليوم لابد من الوزارة أن تنازل الخطأ اللي قامت به وأن تعترف بلي لست سنوات ما كتنفعش بلادنا، ما غاديش مع النموذج التنموي الجديد. بلادنا اليوم بلادنا باغية طب الأسرة، باغية تكوين جيد، باغية الرفع من جودة التكوين، باغية الطبيب اللي يشد لنا المركز الصحي بمستوى عالي. ما بغيناش نقص من جودة التكوين وأننا نخفضوا من سنوات الدراسة. مطالبنا جد واضحة نحن تبتون فيها، ألا وهي الرفع من جودة التكوين عبر رفضنا الست سنوات دراسة. بغينا سبع سنوات أو أكثر، وإعطاء تصور واضح حول طب الأسرة. بغينا توضيح أكثر حول الزيادة في عدد الطلبة. ما يمكنش لما عدد الطلبة نزيدهم بدون ما نزيدوا المعدات ونزيدوا عدد الأساتذة والأسرة اللي يقدروا يوالموا هذه الزيادة. المطالب هنا أيضا هي مطالب مادية. يجب الطلبة ما يمكنش المنحة ديالهم تختصر على 21 درهم في اليوم. ما يمكنش الطالب يتنقل ما بين الكلية وما بين المستشفى الجامعي بدون أي تعويض. لابد من التعويضات تكون محترمة، 21 درهم تعويضات جد هزيلة. وأيضا النقطة الرابعة هي وضع تصور واضح حول السلك الثالث. ما يمكنش نتمشاو في عشوائية وأننا ما عارفينش المستقبل ديالنا. وشكرا. اليوم كانت واجدوا بموقع أكادير تنزيل المقتضيات البيان الوطني من اللجنة الوطنية لطلبة الطب طب الأسنان والصيدلة، الذي يدعونا إلى تجسيد إنزال وطني بأكادير للتضامن مع زملائنا بذات الموقع وكذلك بموقع العيون. اليوم ممثلي الطلبة أزيد من 52 ممثل طالب تم استدعائهم طرف العمادات من أجل مجلس تأديبي بمواضيع ما يمكن حتى شي واحد يتقبلها، فيهم الاتهام أن ممثلي الطلبة يتهمونهم بالمحرضين وكذلك كيهددوا الطلبة وكيحرضوهم باش أنهم يديروا الإضراب، وكذلك اتهامهم بانهم مدفوعين من جهات اخرى هي اللي كتدفع هاد النضالات ديال الطلبه ديال الطب. انتظرنا جوابا رشيدا من طرف الجهات المسؤوله، لكننا لم نتلقى اي جواب من طرفهم، بل كيزيدوا غير في الكيد ديالهم وكيزيدوا غير في تضليل الراي العام بخرجاتهم الصحفيه الرديئه وكذلك بخرجاتهم الصحفيه الكيديه وبتنزيلهم لقرارات عشوائيه لا يدرجون فيها اللجنه الوطنيه. اليوم كانت واجدوا بأكادير لأنهم تم اتهامهم كيف ما قلنا، وكذلك يهددونهم بالطرد. فمتى أصبح طالب الطب يهدد بالطرد وهما من نخب الطلبة الذين يكدوا ويشهدوا من أجل مستقبل زاهر لبلادنا، وذلك من أجل النهوض بجودة العلاج بمغربنا وكذلك من أجل إصلاح جودة تكويننا. فنحن سنناضل ولازلنا صامدين حتى تتحقق مطالبنا، وإن لم تتحقق سنبقى دائما مستمرين في نضالنا المشروع والعادل.